الصديق محمد عبد المنعم الكالوري عن identifying problems problems was published أو حتينا بطلع من collaborative paper بتاعت writing دكتور محمد الكالوري بيكون لي جارة خطوة في الهندسة كان تحت الشهادة السودانية سنة 93 وعمل فيها كتير جامعة شيبل في انجلترا تخصص بتاعه في الكوميونتي اللي هو معي تفضل خلونا نسوي المهم في فرصة يدشون إنه تكون أنا عندي فرص أكثر لما أتصلت مع ناس عني كان عملت في الكمبيوتر
والشكل مجانا في المستقبل. الحاجة الثالثة هي to declare stop your shooting for كيف مهمة يا جماعة. أنا ما فتش شو ده سؤال مهم والناس ما تسأل. يعني أنا لو قلت أنا عايز أعمل في التكتيكة بتاعت المشي اللي هي معناها تسمع تلفزيون والله أنا أقول ممكن أعمل شو بتاع ستاتستيكس والله بتاع الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي هي النتيجة بتاعتي هي بتاعتي لو دول احتاجوا الحاجة دي ممكن يجيني أنا حكم واحد فيها. وبالتالي معناها الناس تكون عارفة إن ما عنديش بقدر أشتغل شغل كويس إذا لقيت الداتا في الوقت الحلال مش في ما عندي مشكلة. طيب في السؤال لو عندي مشكلة وأنت عندك مشكلة هل بيكون دايما مشكلتين؟ يعني هل إحنا عندنا مشكلتين؟ ممكن يكون ما عندنا ولا مشكلة. يعني الاكتشاف أظن في بيجي بتاع الكوزميك ريليس كانوا اثنين اللي كان بيجي في مسألة تقريبا واحد في الفيزياء نزل جدا وقال المفروض يكون في كوزميك ريليس أو في حاجة غريبة غربية كلام نظري جدا عنده مشكلة طبعا عنده مشكلة الكلام في نفس الوقت ده بور اللي هو بتاع الاتصالات شغال له بيشوف بتاع الانتنة راديو كاتشرينج ده يعمل كاتشرينج اتصالات معينة عنده ديزاين كان دايما كيف يوصل له دايما في راديشن دايما في اشعاع وما عارف جايبه فين فالحاجة تحت لي بايت ما بايت اللي شغال المشاكل لكن من خايف من الموضوع الشغال أكون عنده مشكلة أكون عنده مشكلة كلها تحصل لكم سيبه ببعض طلعت البيترين والله تزول ده عمل شغل موت ده عمل شغل طيب ما في مشكلتين في تمام يكون دي المشكلة مباشرة يبقى في الكلام ده كله شو الحاجة المهمة الحاجة المهمة هو شيء إنه تعرف الدولة تعرف الناس أنا اللي بيجوا تجوا تبدأ كل المشكلة تكون توصيلة للزول المتعدية رايت أودينس كده أنت بتعرف الرايت أودينس بالمناسبة خلاص حلينا مشكلة الببلش كلها وأنا بكيف أنبيت أنا جاي سلامتكم مختلف شوية من الناس اللي بس لكن أقدر بالفيديو بتاع تيريكس الأول فإذا لقيته طلع قد يكون طلع مرة ثانية مناسبة الفكرة إن أي حاجة ببلش تقريبا السؤال ببلش كل يوم يعني فعلا حنشوف مجلة بتاع أي أو إي والديستنيشن والفرنس حتى من الحياة الكريمة والله حنشوف في إيمان مجلة محلية والناس تكون مجلة محلية سودانية في عدد من المجالات أنا بعرف مجلة محلية الهندسية السودانية مثلا ففي عدد من الجهات ممكن تدور على كوميشي كونفرنسز مؤتمرات جيمرز مستوى جيمرز مستوى العربي مستوى الجديد تريد السؤال كل شو إذا أنا كنت أكتب الجيمر أكتب الجيمر أرسله وين عندما نطلع إن إحنا لازم نكتب أحسن جيمر في الدنيا وأكثر حاجة عبقرية من الأشياء اللي أكبر مجلة في الدنيا وخلاص عم يجي فرصة ما يعني الشعب ما حصل عن إنشتاين يعني ما السودان ما بيتحمل له 30 مليون إنشتاين ولا السودانية اللي هي مطلع إنشتاين كل شيء يكون شوية أقوى بالدنيا طيب الحتة بتاعت البوبلشينج البوبلشينج is communicating to your peers لأن البيرز شوية مهمة لأن في البيبر لما يجي بايلاري بيتكلم بيستخدموا على بير ريفيو بير ريفيو ده فانكشن قصدهم انه والله اخي انا شخصيا مثلا بسيرش بتاعي كان في سينيور سبورت سيستم لما يجي الزول بتاع المجلد الفلاني اللي يرجع له يتفاجئ عن السينيور سبورت سيستم يقول خلاص عندنا دكتور ضروري انا بس الحاجه هي كويس يقول يقول لنا في عباره يا جماعه كبير ريفيور اللي لقيته الزول المعين ما بصح ليه؟ يعني ما هو احسن منا هو بيك يكتب معناه في مستوى ده واحد من اهم الاصناف يعني انا براجع البيبر يعني رأيي يقول كلام ده ما بيشمل كل كله لكن هل المعيار هل دي معلومة كلام ده بيستحق إنه نوصله لباقي الناس ولا مش رأيي إنه طريقة تسوي طريقة طوال هيك ما عندي حاجة جديدة بس رأيي مخالف بس حاجة بالنسبة للكوميونتي تحكي تكون محتاجين من الحكومة الفيرس طبعا إذا أنا أتكلم في مجال التعليم أو البروفيشن يعني مهندسين جمعيات الهندسية الأكاديميين يشوفوا الكتاب الأكاديمية طبعا في مصر في الستاندرد دي بتقول لك مصر جمعوا لكن ما معهم كل هنا الورشة كان بيان سبيكيشن في مصر في تكريم موضوع البوبليكيشن في تكريم موضوع الكاشن طيب الكلام ده بسرعة جدا انا بكتبكم في مشاكل أنا زي ما قلنا أي مشكلة تقدر تبلشي
Would it make you sure to take a position down your problems with these like shift and shifters for the world attack? And shifters would done my actually done some of the other told you. They done who mind will experience the exact match with that. And to experience how we have the adaptation Lihatlah kita masuk ke dalam dunia. Asal kita sudah sedia untuk masuk ke dalam.
idea you won't say too many others. Yeah. Iman mas arayin mo too many others. Iman mas arayin mo tuluan, hindi yung gagamusin. Si professor ang gagamusin, hindi tamang kata ng field, si chemistry, si system engineering, mga lead, dahil paper ni kata niya. Ang mga ni kata, system engineering, hindi na rin ko dahil, ang system engineering, nagrasa tayo. In nubes ko mai kinaje enter mushila kaya kata niya mungkin setiap minyak ikan yang spesifik kita terpeter dia dalam anak collaboration kan in the problem ini defined by the industry which kaya kata niya in that mushila mai a solution in different disciplines by different disciplines and the match of the fusion film biology, film chemistry, kena sistem lubang macam ni. Yang ini sangat tidak betul, tidak boleh. Kan ada barang software juga open. Jadi, ini sangat tidak nak nak sesuatu yang ini tentu tidak akan memasukkan sistem sistem ini. Jadi, pure mathematician, Dr. Nicola. Jadi, disiplin semua yang kita sampai ke informatik, kita sampai computational biology ini yang saya akan masuk. Ahamlah ada yang masih down atau harus عندهم المشكلة وعندهم مجال منها محدودة الكلام ده كان شنو يتكلم في الكومانيز كل اللي حصل انه انا والبروفيسور كاتب لما انا اسال ديما لاحظت من الطريقة اللي بيستنتجوا بها الحاجة دي واحدة من طريقتين لو قارنا ان اس ماشين ليرنينج طيب احنا بنجرب طريقة ثانية تاثير لارج لاين بيبقى الشغل الكثير شنو؟ الشغل الكثير انه كل جزء في انسان انا بقول تركيب ثانية ما عندي الموضوع بتاع الكيمياء عشان تخليني امشي واحط فكره اي خطوه اللي قدام. تقيم مش بس ينزل لي فكره ولا في شيء ثاني او يتكلم عن موضوع الطموح بتاع الكاتور كيف او مجرد فكره يا جماعه ما الفكره مش لا انتجريشن مزور الشغل السوفت وير مزور الشغل الى اخره دي بدون حاجه ممكن يا جماعه واحد فينا يسرق يكون دليل يكون ما عنده القدره القويه عشان يجيب الداتا لو يتعامل مع دول يكتبوا البيبر بس وعنده الفكره بتاعته ده يكون شنو؟ ده يكون العمليه بتاعت التعاون فيبقى شنو؟ اول حاجه اللي بيتعاون في الكيمياء بيصير لي انها بنلاقي حلول انتجريشن خطوه ثانيه من البيبر تجربتنا دي بعدين مؤثره للباقي الناس دي بتكون بيك تبع بعد ذاك ما تكون شركات يكتبوا كتاب البيبر صعبه ويكتبوا مشكله صعبه والحاجات دي كلها صعبه نشوف النتائج النتائج حصل كولابوريشن جوه الجامعه نحن تو ديبارتمنتس يو الشركة الثمانية اللي كانوا في ديفر كيس من بيولوجيا كيس من كومبيتيشن كيس إلى آخره بين المؤسسات دي الحاجة اللي درسنا كان يا جماعة التيمز ريدي فور فيرذر كولابوريشن يعني أنا في بعض الناس في اس كي وهم اللي بيعرفوا الناس في جامعة شركة بحيث انهم بحيث انهم طوال ممكن يتعاونوا لأنه التعاون في وجود السوشيال يعني في وجود التعليم والله أنا عارف فلان فلان عارف فلان فلان يعني من الحياة الطريقة لو تبعتها مستمرات من تابعات في الفترة بيقول بيقول لي 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 تكساس كوستيلي ناس ما عندهم مستوى في الفترة فنحن في السودان ما بنشوف الجينية ما بنشوف انه هاي اكتر سوشيال اكتيفيتي فطبعا من الفوائد العربية اللي هو واحد بيرفادوس كريستوس اخذ له بي اي سي في المجال بتاع كيمياء انفورماتكس أهم حاجة بالنسبة للنقطة بتاعت البيت بتاعته إنه زول كتب بيبر بسهولة جدا يعني هنا لما كان زول كتب بي اتش دي ما كاتب بيبر ما كاتب بيبر لازم المفروض يكتبها بحقه هناك زول ده بيكتب قاعدين في كلاس من نفس الرسالة دي لازم يطلع له البيبر يا جماعة حاجة مهمة في البيبر إنه أولموست ال 12 بيبر المستوى الكونتريبيوشن إيكوال يعني أنا ممكن أقول إنه البيبر بتاعتي أنا ما أقدر أسوسيه الترتيب بتاع البيبرز البوسكسيو عدد المقالات هنا الترتيب كان اسهل البرايورتي الماثماتيشن ساكنا بالاسبوع الفريق حتى الحاجه دي معايا المهم انه البيبر في هذا طيب يا جماعه النقاط دي هي النقاط الترتيب بتاع هذا الرجل بتاع الصمري بتاع الوجود يبقى واحد ساينس از كولابوريشن يعني بس المرتين اللي هم دي وجيت قلت والله انت دكتور كارلو جاب ساينس كولابوريشن مشيت خلاص انا داري يوم ليه كولابوريشن؟ انا عندنا فهم ساينس هنا بدل ما يبقى انه ساينس لا انت عبقري في الرياضيات الى اخره انه ساينس ابدا ساينس
صعبوه الفيسبوك، استفيدوا من الفيسبوك. أنا كنت جاي معايا علمك.